مساء الخير، حلقة جديدة ويوم جديد، برنامجكم مطبخ لايف. النهاردة معانا منيو متنوع جدا وخفيف وحلو كده يعني على المعدة. تعالوا نقول المنيو بتاعنا ايه النهاردة. معانا صينية الكوسة بالفراخ، بس الاختلاف ان احنا مش هنقطع الفراخ، هنحط صدور الدجاج كاملة في الصينية، وهنبدأ نظبطها مع بعض كده بقى بالكريمة اللباني والحاجات الحلوة دي. وتاني حاجة معانا بطاطس البيوريه بالبقدونس والزعتر، ومعانا بقى الفقرة الجمالية دي بقى كريم جل صبار. هقول لكم ازاي نقدر نعمل من جل صبار كريم للبشرة بمكونين بس، يعني حاجة بسيطة جدا وسهلة قوي قوي لأي حد ممكن يعمله. طيب تعالوا نبدأ أول حاجة مع بعض بإيه؟ بصينية الكوسة بالفراخ. هنحتاج صدور دجاج لتتبيله الدجاج عشان نتبلها يعني ونشوحها قبل ما نبدا ندخلها الصينيه. هنحتاج توم باودر، فلفل اسود، زعتر وملح، وعايزين 2 فص توم، وعايزين نص كيلو كوسه متقطعه شرايح، ورشه ملح وزعتر وفلفل اسود. دي بقى للتوابل الكوسه لما ندخلها الصينيه. التوابل الاولانيه كانت لتتبيله الفراخ اللي هي واحنا مشوحها. ومعانا معلقه دي بقى هنعمل صوص ابيض ليها. هي ليها كذا خطوه، يعني هي 3 خطوات. اول حاجه بنشوح الفراخ، تاني حاجه بنشوح الكوسه عشان تطرى معانا في التومه، وتالت حاجه بنعملها اللي هو بنعمل الصوص الاحمر اللي احنا جايبينه جاهز اللي هو الطماطم وصوص الكريمه اللباني. محتاجين معلقتين دقيق، كوب ونص لبن، معلقه زبده، كوبايه كريمه لباني، وعايزين جبنه موزاريلا وطماطم مخففه او صلصه مخففه للوجه. يلا بينا نبدا مع بعض ناخد خطواتنا ونبدا نعمل صينيه الفراخ الجامده دي. دلوقتي عندي الووك هجيبها هنا. يعني فيها شويه. طيب دلوقتي اول خطوه نعملها معانا قلنا ايه؟ هنجيب الووك بتاعتنا وهنجيب جنبنا الزبده والفراخ والثوم. تعالوا كده بس نتبل الفراخ تتبيله حلوه كده قبل ما نشوحها. عايزه اي جلافز كده خفيف. تتبيله الفراخ دي ما بنيجي نتبلها بتفرق بقى في التشويحه، بتلاقي الريحه طالعه حلوه قوي مع الزبده والثوم. هتبلها بايه؟ بملح واورجانو او زعتر وفلفل اسود. هتدينا كده طعم حلو قوي، الزعتر بيدي طعم حلو قوي للفراخ مع الزبده والثوم. دي هي كده تقليبه حلوه كلها. طبعا انا عامله 3 صدور، انا عامله عشان يكفي طبق لفرد يعني. ممكن ننزل كله بقى اللي معانا وناخد تاني توابلنا موجوده هنا. يلا نتبل تتبيله حلوه كده، ونيجي عندنا هنا ننزل الزبده بتاعتي. يلا بسم الله ننزل بحته زبده عندي، مش هنشوح بالزبده كلها يعني، مش بقاش دسمه جدا عشان لسه في كريمه لباني ولسه في ريد صوص الصلصه يعني. انا بحب بصراحه في وصفه البشاميل او يعني اي طاجن هيخش او اي صينيه تخش بشاميل بقى، كوسه بشاميل، مكرونه بشاميل، اي حاجه فيها بشاميل، يبقى صلصه من غير طماطم خلاط، بتبقى الصلصه الجاهزه ممكن نخففها بميه. نقلب كده. بس ابدا دلوقتي انزل ايه، عايزه انزل بس فص الثوم كده في الاول عشان ياخد تقريبه مع الزبده، وننزل كده بمعلقه يعني زيت علشان الزبده ما تتحرقش مني والثوم تاخد تقليبه حلوه كده جوه الزبده. طبعا ميكس الزبده مع الثوم بيبقى حاجه فوق الوصف خطيره، ريحه وطعم. حتى لما احنا بنجيب توست او عيش ونديله كده دهنه زبده على ثوم مهروس، نحطه عليه كده وندخله بقى الفرن على وش موزاريلا بقدونس، حاجه كده اختراع حلو قوي. بس طبعا ده مرضى القولون يمتنعوا لانه بيذهب القولون شويه الثوم. يلا اقلبه كده وابدا عندي اجيب الفراخ بتاعتي انزلها شوح عندي شوكه حلوه كده. انا محتاجه الفراخ تاخد تشويحه ولون حلو كده من الزبده قبل ما انزلها عندي في الطاجن. ريحه طبعا تجنن. طبعا دلوقتي زاد عليهم الزعتر، الزعتر اختراع مع الزبده برضو والثوم، حلو قوي.
بيدي نكهه عاليه، بيخلي تيست الفراخ عالي قوي قوي في الطعم. الزعتر مع الثوم مع الزبده بيعلي لي تيست جدا الاكله، والريحان برضو بيبقى حلو، بس الاورجانو في الاكله دي خطير. الريحان عشان بس لاذع اكتر من الزعتر، فبيبقى محبذ في السلطات، في الجبن، في الشرب اكتر. لكن في الطواجن بحس ان الزعتر بيمشي اكتر في الطواجن والمكرونات والكلام الحلو ده. عندي هي بتتشوح، شويحة حلوة كده. طبعا لو احنا مش عايزينها قطع كده، انا بس عاملها قطع كنوع من انواع التنويع. انا سايبه اللي عندي الكوسه شرايح، وفي نفس الوقت عندي الفراخ شرايح، فممكن ننوع خالص، نخلي الكوسه بتاعتنا شرايح زي ما هي، ونقطع الفراخ تقطيع صغيره مكعبات او شاورما، هتبقى حلوه جدا. ونعمل برضو هنتبلها ونعملها نفس التشويحه بالثوم والزبده، ونتبلها بالزعتر والملح والفلفل، هتبقى جميله جدا. عندي اهي بدات تتشوح، طبعا مش عايزاها تسويه 100%، انا كده كده لسه هدخلها عندي الفرن مع مع الكوسه بتاعتي والكريمه اللباني والصلصه وكده. بس عايز اشوحها كده تاخد طراوه شويه عندي كده، واطلعها عندي في طبق، وبعد مكانها هننزل الكوسه بتاعتنا عشان تتشوح، يبقى خدت من طعم الفراخ، وفي نفس الوقت برضو هتطرى معايا من الزبده والثوم. انا عندي بدات تتظبط اهي، هبدا اشيلها دلوقتي. طيب نجيب طبقنا ونطلع فيه الفراخ عشان ننزل مكانه الكوسه بتاعتنا. بس عايزه ايه ادوس عليه سنه كده عشان اطلع الميه كلها في الفراخ. طبعا هي لسه ما استويتش يا جماعه، احنا بنشوحها ولسه هتكمل سواها جوه الطاجن في الفرن. بس عايزه اديها التشويحه الحلوه دي عشان تكون اتبلت عندي وخدت من نفس طعم اللي هتاخد الكوسه. بس كده يلا نطلعها عندي في الطبق كده عشان ننزل مكانها الايه الكوسه الحلوه بتاعتنا. يلا سيبها دلوقتي كده تاخد جنب مع نفسها لحد ما نشوح الكوسه عندنا شويه في نفس التتبيله التشويحه. سوري يبقى ايه تتبيله تانيه كده حلوه، ما عندي واحده اهي تمام عادي كده. انا بس عايزه برضو هنا الكوسه تبدأ تطرى معايا بس في التشويحة دي. هي نفس برضو المكرونة صينية الكوسة العادية البشاميل، بس التركية بتاعت الثوم مع الزبدة ما تشوحيها مع الكوسة بتختلف خالص، بتودي الطاجن او الصينية في حتة تانية خالص. علشان كده يحبز قبل ما احنا نعمل صينية الكوسة، كده كده بنحتاج نطريها قبل ما نعملها في الفرن، فنديها كده تشويحة حلوة مع الثوم. الثوم بينكهلي الكوسة جدا وبيخلي طعمها خطير، وانتي بتاكلي الطاجن تحسي ان فيه طعم مختلف كده، وبينقله نقلة تانية يعني، بيخليه عالي قوي في الطعم، مذاق جميل. ممكن نعمل نفس الحركة لو مش كوسة تبقى بطاطس صوابع او ترانشات برضو، قلبها كده تقليبة حلوة برضو في التومة حلوة كده مع التوم والزبدة يعني، ونشوحها بقى برضو معاه شوية.
الكوسه عندي اهي بدات هتطرى معايا، مش عارفه بتهرب ليه، رايحه فين دي؟ طفى. احنا كنا عايزين نشوف حاجه كده اللي هندخل فيها الفرن، ندخل في ايه يا ترى؟ ده هيكفي؟ اسمها الكارثه. احنا بنحاول بس نشوف حاجة ندخل فيها الفرن تكون فيها مساحة حلوة كده شوية، عشان خاطر نقلب كده. لقينا حاجة اهو، لقينا اهو. اخلي الطاجن عندي هنا كده برضو، ما نظبط اشيائنا يبقى عارفين ايه الدنيا رايحة وجاية فين يعني، ما نقعدش كده تايهين. نظام حلو برضو. تعالوا اقلب في الكوسه بتاعتي شويه، لازم تطرى معايا شويه عشان تخش معايا. طيب خلينا دلوقتي ايه، ممكن نعمل كده برضو حركة حلوة بعد ما نشوحها. عايزين ايه، تعالوا نخفف الصلصة كده مع بعض عشان انا مخففتهاش. طب شوية مية بس كده هندبها تقليبة حلوة. بس كده انا خففت الصلصة عندي عشان ما تخش معايا الطاجن، تبقى خفيفه. ممكن اخففها شويه كمان، شويه صغيرين بس. بس كده انا عندي الخففان ده كويس. ممكن نعمل بقى دلوقتي حركه حلوه كده، ننزل شويه كريمه كده لباني شويه بس تشرب معايا هنا، تختلط معايا في الكوسه، بس تطعم لي شويه الكوسه كمان كده. خطيره كده بقى كريمه اللباني اللي انا نزلتها على الكوسه، عملت ايه؟ هتشرب من الثوم والزبده وطعم الفراخ اللي احنا كنا مشوحين فيه فراخ من شويه مع الكوسه، بقى هتديني طعم خطير. فما تيجي تخش معايا الطاجن، هكون الصوص الابيض اللي هي كريمه اللباني شربت كل التوابل وكل النكهات دي مع الكوسه، ولسه عندنا باقي برضو كريمه لباني هنحطه معانا في الطاجن. بس كده هنكون احنا نوعنا. يلا ماشي، انا مبسوطه. طيب روحوا فاصل ورجعوا لي على طول، اكون انا ظبطت معايا الكوسه وحطيت عليها شويه صلصه حلوه ودلعتها كده، عشان نرجع ندخل نظبط بقيه الطاجن مع بعض ونرتبه. يلا ما تروحوش في اي حته، مستنوني. قالكوا تاني دلوقتي واحنا في الفاصل، حطيت الصلصه مع الكوسه، حطيت معلقه صلصه حلوه كده مع الكوسه مع الكريمه اللباني علشان تعمل لي ايه الطعم كله يدخل مع بعضه كده. ونبدا دلوقتي ننزلها في الطاجن بتاعي. حلو كده، عشان ننزل عليها الفراخ اهي. هننزل كده الكوسه بتاعتي، مش لازم بقى الترتيب يعني، ما يعني ساعات برتب بس بحس ان العشوائيه دي برضو حلوه، برضو بتنجز في الوقت وفي الشكل على فكره، تبقى جميله. تعالوا كده نظبط بس الدنيا. ده كده عندي، نوزع كده الكوسه عندنا توزيع حلوه. تمام، نعمل ايه؟ ناخد كده بس حبه كده هنا كده. تمام، يلا ننزل فراخنا. عايزين الشوكه، في شوكه هنا اهي، كويس. ناخد حبه صلصه معانا برضو. ننزل الصلصه كلها دلوقتي هنا كده، شايفين الاطعمه اللي هتبقى في الطاجن هتبقى حلوه جدا.
ونجيب عندنا الفراخ نحطها على الوش كده، بعد كده ننزل بباقي الكريمة اللباني عندي، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده نشيل اشياءنا دي، بعد كده هنحط ايه بقى، جبنة موزاريلا على الوش، نحط ايه تاني، لو عندنا جبنة تشيدر نحطها، بارميجان نحطها، هنحط جبنة رومي نخفف الملح عشان الجبنة رومي حضيقتها عالية شوية، فبنحتاج ان احنا نخفف الملح. اوكي، الصلصة للناس اللي معدتها تعبانة بنحط معلقة سكر على الصلصة عشان تعدل لي الحموضة وتخفف عندي حموضة الصلصة شوية. صح كده، بس اشياءنا دي نظافة حلوة. يلا كده دلوقتي نحط الجبنة بتاعتي شوية، يعني شوية مش لازم كتير قوي، يعني هي كده كده الصينية دي دسمة جدا، بس برضو الجبنة بتديها روح حلوة كده. لو نخلي الكوسة جوه عشان تشرب من الصوص بتاعي. ماشي، دلوقتي نروح نعمل ايه بقى، ننزلها على الفرن على طول، عايزين بس ننضفها عشان ما تطلع من الفرن ما تبقاش متظبطه من الجناب. يعني انت لما دي خلصت كده، الشكل مهم. يلا بس كده دخلها عندي بقى الفرن، يلا بينا. عايزين نعمل ايه، نحط تحت، استني كده الصوت بتاعي هنا كده، الصينية بتاعتي بسم الله. بس كده سيبها بقى ايه ربع ساعة كده في الفرن، هتبقى حلوة قوي. بس يبدأ الكوسة تشرب من منها جوه. تعال نقول تاني وصفة معانا، وهي وصفة ايه، البطاطس بيوريه بالبقدونس، وممكن نقول عليها بطاطس فلوري. هي بتبقى زي البطاطس اللي ناكلها في المطاعم، يعني بتبقى ناعمة كده وحلوة. تعالوا اقول لكم احنا بنجيب النعومية دي ازاي، وتبقى طرية كده وتحس ان هي خفيفة كده وفلافي. طيب نقول هي عبارة عن ايه، بطاطس مهروسة سلقينها وهرسينها، ومعانا واحد بيضة، نص كوب لبن، معلقة زبدة بس أنا حطيتها والبطاطس سخنة عشان تسيح جواها، معانا توابلنا ملح وفلفل وزعتر، معايا الخضار اللي هضيفه على البطاطس. أول حاجة البقدونس طبعا قطعه صغير جدا عشان احنا عاملين بطاطس بقدونس، والزعتر، ومعانا فلفل أخضر قطع، لا احنا حاطين ايه، لا معانا فلفل أحمر قطع وأصفر قطع، ومعانا جبنة موزاريلا، ودي اختياري، قلنا لو بارميجان اوكي، جبنه شيدر اوكي، اي جبنه عندك متاحه في الفريزر حطيها، هتدي شكل حلو. احنا محتاجينها على الوش بس علشان خاطر تعملي الطبقه الحمراء اللي على الوش دي وتعليلي تيستي البطاطس. طيب الزعتر احنا مش جايبينه فريش، جايبين الزعتر معانا اللي هو الجاف، زعتر بلدي علشان خاطر الفريش هيبقى لازع قوي مع البقدونس، فقلنا نحط الزعتر اللي هو الناشف علشان خاطر يطعملي البطاطس ويخليها يعني متناسبه مع البقدونس. عايزين دلوقتي سباتولا حلوه كده او معلقه برضو معانا. طبعا الاكله دي بسيطه جدا، ممكن تستخدم كفطار حلو قوي، نوع من العشاء برضو مش هتقول لا. دلوقتي احنا عشان نخلي بطاطس طريه كده زي اللي احنا بناكلها في المطاعم، بنحتاج ايه، بعد ما بنسلق البطاطس بنحط معلقه زبده كبيره بس ما تكون هي سخنه عشان الزبده تسيح وانا بهرسها، وبعد كده من اللبن برضو بديها الطراوه دي، تمام. ومعانا ايه تاني، والبيض
بس البيض ده مش اساسي، ممكن لو مش هتعملي الصينيه في الفرن تخش ما تحطوش، لان البيض بيحتاج تسويه. فلو انت هتاكلي بطاطس من غير ما تسويها فرن، يعني هرستيها وعايزه تاكليها كده بس عايزه تعملي لها تنويع، ما تحطيش البيض، تحطي اللبن، تحطي الجبنه، تحطي الخضروات اللي انت حباها، عندك سجق، عندك سوسيس، عندك سلامي، عندك اي نوع من انواع اللحوم اللي هي بتبقى جاهزه يعني بنجيبها من ماركت تحطيها، بس البيض بيتحط لو هتخش الفرن. لو مش هتخش الفرن يبقى نستغني عن البيض. تمام. ونيجي دلوقتي ايه، نحط توابلنا ونسيب الخضار في الاخر. بس احنا محتاجين شوكه، مش عارفه انا جبت معلقه ليه، احنا محتاجين نهرس شويه. يلا بينا كده هرسها هرسه حلوه كده. بسم الله. طبعا هي ماسكه معايا شويه عشان احنا ايه طالقينها فالدنيا برد، فالحمد لله قفشت معانا. لو انت عايزه تستغني عن الزبده وبس وعايزاها برده فلافي، ممكن تحطي زيت زيتون. الناس اللي ما بتعمل ما بتحبش الزبده او عامله دايت او كده يعني، بدلها على طول زيت نباتي ذره، يا اما زيت زيتون، زيت جوز هند، اللي تحبيه اللي انت متعوده عليه. نهرس فيها شويه، احنا عايزينها ناعمه وحلوه كده. بفكر نعملها طرت ولا بلاش نعملها طرت؟ ممكن نعملها طرت، ندخلها الفرن. يلا كده نهرس شويه، هي اصلا مش هتاخد مننا وقت كتير في الفرن، يعني هو يا دوب الوش هيتحمر. نقلب سنه كده كمان، هي عايزه هراسه احسن بس مش عارفه الهراسه هنا فين. بس انا كده هرساها. بص ناعمه ازاي بقى، بتطرى ازاي. ولو انت حطيتي كمان لبن دافي ما يكونش لبن بارد هتطريها لك اكتر واكتر، مع طبعا الزبده، او الزبده برضو لو سيحتيها شويه ودخلتيها في البطاطس هتبقى تجنن. تعالوا بقى دلوقتي نعمل ايه، نحط البقدونس بتاعي معايا هنا. يعني تحس ان هي بيتزا خضار في نفسها كده شويه. شويه الطماطم عندي تمام، واحنا عندنا فلفل تاني. تعالى ندخل كمان الطماطم بتاعتي كده الحلوه دي، بفكر ان احنا نحطها في صينيه الطرطه تبقى حلوه قوي. ونقلب كده تقليبه حلوه، نشوف انا هحتاج طماطم تاني ولا لا عشان تبقى الزحمه. اعتقد مش هحتاج تاني. تعالى كده نجرب عشان البطاطس تقيله بالشوكه، نجرب السباتولا. تعالوا بقى ايه ننزلها عندي في الطاجن، انا بس ايه بقلق شويه من الفرن علشان هنا حامي قوي النهارده. تعالوا نبص بس على الصينيه اللي جوه دي متلسوعش مننا. يعني فاضل لها سنه وخلاص، تمام قوي. نسيبها شويه كده تاخد وتدي مع نفسها. وتعالوا نحط بقى ايه البطاطس بتاعتنا دي في طاجن، انا بفكر نعمله في طاجن طرت هيبقى حلو قوي. وطبعا انا عندي قالب الطرت اللي جايباه متحرك، فبيساعدني جدا ان انا ما اطلع اي كيكه او اي طارت منه، بيبقى مريح يعني مش صعب. تعالوا كده طاجن طرت. بص في من الطرت ده بيبقى فيه ثابت عادي، ممكن تدهنيه ده كده كده، تدهنيه دهنه حلوه زبده او سمنه او زيت، رشه زيت تبقى خطيره. بس انا بحب المتحرك ده ليه؟ علشان التارت لما بنيجي نعمله ممكن بيبقى ناشف شويه، لان عجينه الباستري باستري بتبقى حلوه جدا، بس ما بتيجي بقى تخش في التارت بتنشف، عامله زي البسكوت سنه، فما تيجي تطلعيها ممكن تتكسر منك قبل ما تطلع. فانا عندي متحرك ده بيبقى افضل كتير في العجائن التارت بالذات. احنا عملنا قبل كده مع بعض تارت الفراوله، وعملنا قبل كده مع بعض تارت باستا فلورا. فبصراحة يعني أنا بحب الطرت متحرك جدا، بينفع قوي قوي. بس أنا بصراحة مش عارفة فين المقص، ممكن نعمل ايه بقى. أنا ليه بحط بقى ورق زبدة تحت، علشان ورق الزبدة طيب ممكن نطلع عادي. بس طب نحط الأول ده ولا نرجع من الفاصل؟ طيب اقول لك حاجه حلوه، احنا ممكن كده كده نطلع فاصل، وانا بعد الفاصل اكون انا خلاص حطيته وظبطته يعني.
يلا نطلع فاصل الجولة على طول عشان نكمل مع بعض طرت البطاطس. انا كنت عامله صينيه والله بس النيه جابت بقى خلاص طرت. تحسوا اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني دلوقتي قبل الفاصل. كنا حاطين صينيه الكوسه بالفراخ في الفرن خرجناها وطلعت معانا هي مظبطه والجبنه مظبطه ويعني حاجه حلوه كده. وهندخل دلوقتي طرت البطاطس معانا. انا بس دخلته جوه الطارت القالب وهنديله بس رشه الجبنه موزاريلا. كده رشه حلوه وزعها توزيع حلوه كده. كده انا حطيت الجبنه بتاعتي كلها على الوش. تعالوا كده نحط عليها طماطم علي شكلها حلو برضو طبعا. ايه خطيره طبعا دي. ندخل كده معانا هنا طماطم وهنا برضو. يلا كده شويه يعني. كمان هنا نحط الفلفل كده بس كده بقى. طبعا ده ما بيخش الفرن بتبقى الجبنه هتسيح كده مع الطماطم هتدينا شكل حلو جدا. بس انا كده عندي متظبط الطاجن بتاعي. استنى بس كده نظبط الدنيا هنا وبعد كده هدخله معايا الفرن. يلا بينا. نجيب كده هنا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هنا مقاسه ماشي نشيل ده كده باي ده في اي حته هنا. طيب دلوقتي انا دخلت البطاطس البيوريه معايا بالبقدونس الفرن. تعالوا دلوقتي بقى نعمل مع بعض ايه وصفه الكريم البسيطه جدا اللي ممكن اي حد بيعملها في البيت عادي بتبقى بالنسبه له سهله ومفيده جدا للبشره. ويعتبر الكريم ده انتي ايجن عالي قوي علشان خاطر طبعا احنا حاطين فيه زيت لوز حاطين فيه جل الصبار حاطين فيه زيت جوز هند وده مش اساسي. انا قلت الوصفه بمكونين جل الصبار او زيت اللوز. ولو هنبدل زيت اللوز ممكن نبدله بزيت لبان دكر لكن انا حاطه زيت جوز هند هنحط منه 3 جرام حاجه بسيطه بس عشان تديني الريحه. تعالوا نقول مكونات ايه وصفه الكريم البسيطه دي تتعمل ازاي. معانا 37 جرام جل صبار. ده احنا كده لو هنعمل كريم 50 جرام هنحتاج ايه جل صبار اللي هو مش الخام اللي بيتباع اللي هو من زرعة. لا احنا محتاجين اللي هو معلب بيتباع جاهز. 37 جرام جل صبار 10 جرام زيت لوز زيت جوز هند 3 جرام. ليه بقى احنا احتاجنا جل الصبار اللي بيتباع معلب؟ علشان جل الصبار الخام اللي هو العادي اللي احنا نجيبه من الزرع ما فيهوش ماده حافظه فهيجي في الكريم ممكن ياكسد لي الزيت اللي فيه وممكن يحصل له تعفن. احنا محتاجين الجل المعلب عشان هو محطوط عليه فيتامين اي يعني هم في متصنع محطوط عليه فيتامين اي. فطبعا فيتامين اي قلنا ان هو مضاد للاكسده للزيوت لاي خلطه زيوت عندي ومحطوط فيه ماده حافظه جاهزه فما بحتاجش ان احط ماده حافظه. تعالوا مع بعض كده احط عندي اهو جل الصبار هننزله عندنا في البيكر. طبعا البيكر والسباتولا بنبقى معقمينها تعقيمه حلوه كده برضو تمام. وهننزل مع بعض 10 جرام زيت لوز اوكي. وهننزل مع بعض 3 جرام بس زيت جوز هند. ممكن نبدل الجوز الهند بزيت اي زيت عطري عندك حلو زيت البرتقال
زيت جزر، زيت عنب، ايه المتاح عندك؟ طبعا زيت اللوز حلو جدا وخفيف جدا على البشره وبيغذي البشره بشكل رهيب. جيل الصبار بيشد البشره وبيعالج الكسرات، لو حد مثلا بيجي عند الرقبه في ساعات ما بنيجي نخس او بيبقى بينزل في الوزن بيبقى في كسرات في الرقبه كده، او بمرور العمر بينا طبعا كل مرحله عمريه شكل جسمنا او وشنا بيتغير، فالكسره دي بتضايق ناس كتيره جدا. جيل الصبار بيشدها، لو انت عملتي جيل الصبار قبل ما تنامي كل يوم تحطيه بطريقه مستقيمه كده، يعني تنزلي تدريج بطريقه مستقيمه هتلاقيه بيشد معاكي الكسرات دي بشكل واضح قوي. طبعا الكريم ده مضاد للتجاعيد، ليه؟ لان احنا حاطين فيه جيل صبار، حاطين فيه زيت اللوز، حاطين فيه زيت جوز الهند، فهيحملالي الخيوط الرفيعه، هيشدلي البشره جدا، هيفتحلي البشره، هيفتحلي الهالات السوداء. بصراحه من احلى الكريمات اللي هتستخدميها ومش مكلف، بالعكس هو متاح عند اي عطار، اي محلات ادوات تجميل بتلاقي عنده جل الصبار في اي موجود متاح على طول. زيت اللوز قلنا ممكن نبدله احسن برضو بزيت لبان الذكر، عشان زيت لبان الذكر كولاجين طبيعي من عند ربنا، حاجه خطيره، فعال قوي زيت لبان الذكر للبشره، للهالات، للخطوط اللي في الوش، فبيبقى فيلر وبوتكس وكولاجين كل حاجه موجوده في زيت لبان الذكر. بيفتح الاماكن الغامقه، التصبغات، وبعدين طبعا غير ان احنا بنشرب زيت لبان الذكر ده طبعا تاثيره خطير على المناعه وعلى الصدر وعلى الامراض الصدر بشكل عام. تعالوا بقى دلوقتي نضرب مع بعض ده، انا بس عايزه طبق طبعا. ما هو زيت لبان الذكر احنا ممكن نعمله ازاي؟ بنجيب زيت زيتون عادي اللي احنا بناكله ونحط فيه لبان ذكر صحيح وبنغليه على النار لمده ساعه، فخلاصه لبان الذكر هينزل لي في زيت الزيتون. ممكن برضو نعملها في زيت جوز الهند، انت عندك زيت جوز الهند بيخش لي في الاكل صح؟ ممكن نحط فيه لبان الذكر صحيح، ممكن بقى ما ندخلهمش نار خالص، ممكن نحط حبوب لبان الذكر جوه الزيت ونسيبه لمده 30 يوم او ممكن نقول 20 يوم في ازازه غامقه اللون في مكان مغلق، يعني ممكن تفتحي عليه بس تقلبيه تقليبه وتقفلي، بس لازم يكون مغلق وياخد فتره كبيره 20 يوم، بس احنا بنحطه على النار عشان بنسهل ان الزيوت اللي في لبان الذكر تنزل منه وتندمج مع الزيت اللي هو زيت الدمج اللي هو حسب ما انت تختاري بقى جوز هند، لوز، براحتك. واللوز على فكره برده بتشرب ومفيد جدا للجسم. خلينا دلوقتي نجيب ايه بقى، بصوا دي حاجه كده اختراع كلنا اكيد مش عارفه عارفينها ولا لا، دي مكنه الوش الكابتشينو، ونفعتني جدا في قصه الكريمات ان هي صغيره. اوكي احنا بس عايزين نبص، فكرتيني ثانيه واحده كده علشان الفرن والبطاطس، الفرن هنا حامي جدا مش عايزه تجيب الكارثه. لا لسه والله ظلمتك، معلش ممكن اطلعها فوق بقى عشان 6 دقايق اطلعها فوق. بسم الله الرحمن الرحيم، احمر الوش، فكروني بيها ماشي، يعني دقيقتين كده وفكروني بيها. بصوا كده بقى معايا هنا لما حطينا جل الصبار وعليه الزيت هيعمل لي كريم، اهو هيبدا يعمل معايا كريم ابيض، شايفين المنظر؟ طبعا انا عامله 50 جرام علشان خاطر تقدر يعني كميه بسيطه استخدمها، لو انت عايزه تكبري بتضاعفي الكميه يعني. شايفين عندي بص بدا يبيض ازاي، يعمل كريم ازاي، كل ما تضربيه كل ما يعمل كريم. لا برضو بناخد الكولاجين، هو الفكره في زيت اللبان الذكر هو بينزل. طيب لو احنا نقعنا لبان الذكر في ميه وبنشربه، هو ده المعتاد اللي احنا متربيين عليه اصلا، ان احنا بننقع لبان الذكر من بالليل للصبح ونحطه عندنا على طول على الريق نشربه، طعمه مر قوي بس هو مفيد بصراحه. بيعمل ايه بقى؟ طبعا بيدينا كولاجين داخلي، زي ما انت بتشتري اقراص فيها كولاجين، بتجدد لي هرمونات الشباب في الجسم وبتعالج لي الصدر وبتعلي لي المناعه بشكل كبير قوي قوي. لبان الذكر، منقوع لبان الذكر بيعلي المناعه جدا، طبعا كل ده مفيد للجسم، بس انا بتكلم لو احنا حابين نعمله ككريم. اغلبيه الكريمات الغاليه بتبقى لبان الذكر فيها موجود، فطبعا عشان هو اثاره عاليه قوي. ثانيه واحده بس هرجع لكم، بس عشان انا خايفه الفرن يحرق لي. حاضر عينيا، انا بس انا بفكر اطلعها. يلا سيب بس كارثه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، نقفل كده.
عايزين بس نجيب حاجه نحط عليها الصينيه الحلوه دي. طلعت خلاص عشان نيجي نكمل الكريم بتاعنا. حلو كده، نجيب الصينيه بتاعتنا بس ايه عشان هي سخنه جدا محتاجين لها كفر تحت. هي طبعا ايه، بصوا كده اوريكم حاجه بس مش عارفه اطلعها دلوقتي عشان سخنه. بصي كده بتطلع ازاي بسهوله، كده هيطلع الطرط معايا بسهوله بس هنسيبها تبرد. اهي ده اللي بتكلم فيه، القالب المتحرك للطرط بيساعدك في كده، بتضغطي ضغطه من تحت بتطلع لك القالب مظبوط من غير تكاسير او حاجه. نرجع تاني دلوقتي للكريم بتاعنا. بصوا كده الكريم عمل معانا اهي كده، عمل معايا كريم. كل ما هتضربيه كل ما هيتقل معاك يبقى كريم. كان في سؤال جالي يا ريت بس ما تفكروني بيه عشان ارد عليه. ماله زيت القهوه بقى بتعمل ازاي يعني؟ زيت القهوه، ايوه فعلا انا المره اللي فاتت كنا بنتكلم صح. تعمليه بسهوله في البيت. طيب زيت القهوه دلوقتي طبعا بقى ترندي جدا فعلا، لان هو مفيد قوي. الكافين من الفوائد العاليه جدا للبشره اللي في القهوه. بنعمله ازاي؟ بنجيب زيت لوز حلو، ان هو زيت اللوز، زيت الزيتون، زيت جوزان، ده هما اللي ممكن يخشوا حراره، لكن جوجوبا والزيوت الثانيه ارجان ما بتخشش حراره عشان بتفقد فوائدها. نركز بقى، هنجيب زيت اللوز ونحط عليه معلقه قهوه اوكي، ونجيبه في حمام ماء يعني بيك قهوة عربي العادية البن تمام. بنحطها في بيكر زي ده بيكون بيستحمل الحرارة، لو مفيش يبقى ستانلس مش ألمونيا اوكي، عشان الألمونيا بتتفاعل مع الزيوت. فهنحط القهوة الزيت ونحطها جوه حمام مائي، نسيبه يغلي لمدة نص ساعة. بعد كده بنجيب الزيت عشان نصفيه زي ازاي بقى، بنجيب شاش وننزل عليه الزيت، وتخلي الشاش اللي هو الطبي الزيت هينزل وهيفصل من الحبوب بس، وبنحطه في برطمان في ازازه غامقه وبنشيله في مكان مظلم. ده لازم، لو مش تعمليه كده برضه نفس النتيجه، هنحط القهوه جوه زيت وهنشيله لمده 20 يوم في الدولاب. لا مطحونه يعني، قصدي الطحنه بتاعت، احنا عايزين الزيت بيور ما فيهوش اللي هي حتى الفتل الصغيره بتاعت القهوه اللي هنشربها. فهيتصفى بشاش علشان هي صغيره جدا بتعدي من مصفى او اي حاجه، لازم شاش اوكي. طب يلا نحط الكريم بتاعنا. كده الكاميرا جايبه الكريم بتاعنا بقى عامل ازاي. حولنا جل الصبار لكريم مفيد جدا للبشره، جدا للبشره بجد، حاولوا تجربوه هيفيدك. ولو حطيتي زيت لبان الذكر هيبقى مفيد اكتر معانا. انا بس الاسباتولا دي كبيره على البيكر ده، الاسباتولا كبيره على البيكر، لسه حامتلي افكاري. طيب احنا كده دخلنا خلاص الكريم بتاعي كده، حلو قوي تمام. نشيل بقى احنا طبعا عندنا برطمان احنا معقمينه بكحول وبنغطيه ونقفل عليه. انا جايبه برطمان غامق علشان الزيت اللي جواه يفضل محافظ على فعاليته بشكل اكبر تمام. حلو، بس نمسح اشياءنا كده عشان نلم حاجتنا. يلا عشان نقول النهارده عملنا مع بعض ايه. المعاملة دي. طيب عملنا النهارده مع بعض ايه، صينية الفراخ بالكوسة، وعملنا صينية كوسة بالفراخ، وعملنا مع بعض طرت البطاطس بالبقدونس والخضروات، وعملنا مع بعض كريم جل الصبار بزيت اللوز الحلو لمضاد التجاعيد وكافيلا روبوتكس للوش بشكل رهيب طبيعي اي حد ممكن يعمله. استمتعت معاكم قوي النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا مني، واشوفكم في حلقه جديده على خير ان شاء الله. يلا باي باي.